اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى هذه الحلقه الجديده من برنامج لعبه الامم عبر قناه الميادين. كم عربي يجب ان يذبح قبل ان نفهم ان مصالح العالم كله ترقص فوق جثث اوطاننا؟ تتوافق مصالح العالم فندفع الثمن، تتصادم مصالح العالم فندفع الثمن ايضا. حصل هذا في التاريخ ويحصل اليوم وسيحصل غدا اذا ما بقينا على حالنا السيئه هذه. حين كانت حركه طالبان تخدم المصالح الامريكيه ضد الاتحاد السوفيتي دفعنا الثمن، وحين قررت امريكا تغيير مجرى الرياح دفعنا الثمن، وحين وجدت روسيا أن مصلحتها دعم سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد كان الدم السوري ثمنا لصد التمدد الروسي. حصل الأمر نفسه حين انفتح العراق على السلاح الروسي، لم يرق لواشنطن كثيرا أيضا انفتاح مصر على ما يبدو والجزائر وغيرهما على موسكو فسارعت للتدخل. قد لا يكون بالصدفة مثلا مسارعة واشنطن لتأييد التغيير السياسي في العراق بعد أقل من أسبوعين على صفقة سلاح عراقية مع موسكو. اليوم التصادم الأطلسي الروسي في ذروته. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بوضوح للأمريكيين: نحن نريد علاقة الند للند لا علاقة وصاية. أمريكا تنظر بقلق إلى تمدده صوب مناطق تعتبرها حيوية وبينها دول عربية. يحاول الأطلسي إعادة المعركة إلى أرضه فيشجع أوكرانيا على الخروج من عباءة موسكو. التهافت الدولي على مصادر الطاقة يزيد صراع العالم حدة فيزيد الضغط على دولنا لأن العديد منها يشكل منابع لهذه الطاقة وطرق مرور لأنابيب النفط أو مراكز نفوذ دولي. في هذه الحلقة سنحاول أن نفهم أين يتركز هذا الصراع الدولي، ما هو تأثيره على دولنا العربية، هل يستطيع بوتين فعلا الاستمرار في تحدي أمريكا والدول الأطلسية، والأهم من ذلك سنفهم كيف أن الصراع العربي العربية والفتنة الإسلامية الإسلامية يسهلان تماما عودة الاستعمارات القديمة بوجوه وأقنعة جديدة إلى دولنا. باختصار سنفهم أن العالم كله يبحث عن مصالحه إلا العرب، فهم يبيعون مصالحهم في أسواق النخاسة الدولية والإقليمية، وكل طرف يتخيل أنه ينتصر على الآخر بينما في الأمر انتحار جماعي ومجرد بيادق في لعبة أمم. لكي نفهم كيف يفكر الأمريكيون والروس نستضيف في هذه الحلقة كلا من نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي الدكتور زياد سبسبي. أهلا وسهلا بك في استوديوهات الميادين. ومعنا هنا في الاستوديو أيضا الوزير السابق والكاتب الجيوسياسي والخبير الاقتصادي جورج قرم. أهلا وسهلا بك. آخر كتاب له انتشر بشكل كبير في الغرب سنتحدث عنه قليلا. من واشنطن معنا الدبلوماسي والكاتب أيضا كلوفيس مقصود. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من لعبة اليوم. أهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور جورج قرم، أهلا وسهلا بك. آخر محطات الصراع الغربي الروسي حاليا العقوبات، تبادل العقوبات الاقتصادية، أمريكا تفرض بوتين يرد. هل نحن الآن في حرب باردة اقتصادية بين الجانبين؟ هل يمكن للغرب الأطلسي أن ينتصر على بوتين، أن يشل قدراته بهذه الضغوط الاقتصادية؟ نحن أكثر من حرب باردة. أنا بنظر يعني الحرب الباردة تقريبا بدأت من وقت ما استلم الرئيس بوتين الاتحاد السوفيتي ورجع روسيا ورجع جلس روسيا بعد سنوات يلتسين، بوريس يلتسين. لأنه الغرب اليوم إذا بدك يعني تحدد هوية الغرب اليوم ومشاعر الغرب اللي هي متجسدة بسياسات الناتو، يعني الحلف الأطلسي، هو يعني استعمال كلمة الهوبريس، يعني نشوة وجنون القوة. يعني يبدو أنه الدوائر السياسية الغربية لا تقبل أي نوع من النظام السياسي في العالم، في أي بقعة من العالم تقف بوجه السيطرة الكاملة للدول الغربية وأجهزتها الاقتصادية والثقافية والمالية إلى آخره. طبيعي، ولكن هل بوتين عنده القدرة على الصمود إذا ازداد الغرب بوتين الأطلسي مش اقتصاديا؟ اليوم. لا أيوة. اليوم الشيء اللي بمرحلة الإطلالة هو إذا بدك التحالف، في عندك البريكس،
في عندك الصين ايضا وتحالفها مع روسيا والاتفاقات الغازيه اللي تمت صحيح. مش من زمن بعيد يعني اتفاقات كثير مهمه 400 مليار تقريبا اي 35 مليار دولار فلا اليوم روسيا مش لوحدها يعني روسيا في لها تحالفات البعض منها قوي للغايه مع كازاخستان على سبيل المثال البعض الاخر جيد ويمكن ان يتطور الى الافضل يبقى انه بعض الروس ما عندهم نقطه ارتكاز قويه بالشرق الاوسط هلا الزياره طبعا الرئيس السيسي لموسكو راح تفتح باب الامال بهالموضوع بس انا تقديري حتى بالحرب الاقتصاديه اللي عم بتصير حاليا هيدي الحرب ستؤدي بطريقه شبه حتميه الى اعاده النظر بسيطره الدولار على النظام النقدي الدولي وهو كذلك لانه بدا الان التفكير بانشاء عمله جديده وصندوق مثل صندوق النقد الدولي جديد طيب دكتور سبسبي اهلا بك من روسيا قادم مباشره الى هنا الان كما تفضل دكتور جورج هناك محاوله للانفتاح لتعزيز الانفتاح الروسي على دول عربيه نلاحظ مع مصر الان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبلها وزير الدفاع الجزائري مع سوريا العلاقات ممتازة إن كان اقتصادية أو عسكرية ولكن أيضا مع دول أخرى مثل العراق تعتبر كانت حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هل هذا يساعد بوتين أم بنهاية الأمر سيضر به خصوصا أنه ثمة من يقول أنه دعمه لسوريا مثلا ربما أضر به على المستوى الدولي في البداية أود أن أنوه بأن الحرب الباردة ما بين الاتحاد والسوفيتي وأمريكا أو العالم الغربي بدأت في مطلع الخمسينات ورسميا يمكن أن نقول انتهت في نفس الزمن الذي تولى به السيد بوتين رئاسة روسيا الاتحادية في عام 2000 في عام 2008 أطلقت إدارة الأمريكية مصطلح إعادة تفعيل الدبلوماسية الأمريكية الروسية ولكن اليوم نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى نفس الأسلوب الذي كانت تتبعه ضد الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة هي الحرب الاقتصادية وجر الغير إلى إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا الاتحادية وهذا الأمر طبعا يؤدي إلى فشل ذريع وخسائر كبيرة في الاقتصادين الأمريكي والغربي أما بالنسبة للسؤال اعتماد روسيا الاتحادي أو الانفتاح الذي تتكلمون عنه هذا ليس انفتاحا وإنما متابعة للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية التي ترى في أن في المنطقة العربية في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي يوجد هنالك اهتمامات ومصالح حيوية لروسيا الاتحادية يجب عليها ومن واجبها أن تحافظ على هذه المصالح بحيث لا تتدخل بحيث أن لا يعني لأنه كان في قطيعة بمرحلة معينة وضعف كبير القطيعة للروس. كانت واردة بسبب التغيرات في النظام السياسي واليوم حتى التقارب أيضا أتى بعد تغيرات سياسية حصلت في مصر بعد أحداث ثورة 30 يونيو وجود الاتحاد السوفيتي في المنطقة العربية كان أكبر بكثير من الوجود الروسي اليوم يمكن أن نتذكر العلاقات الفريدة مع ليبيا والجزائر والعراق وسوريا ولبنان من أيام الحرب الباردة كانت المنطقة العربية مقسمة إلى قسمين نفوذ النفوذ الغربي والنفوذ نفوذ الاتحاد السوفيتي اليوم الانفتاح إن وافقنا على هذا المصطلح طبعا سيأتي بفائدة وإن لم تكن كبيرة لروسيا الاتحادية ولكن يمكن أن تغطي جزءا من المستوردات الروسية للمواد الغذائية من الخضار والفواكه صحيح. واللحوم التي امتنعت روسيا عن استيرادها من أوروبا وليس أوروبا التي فرضت حظر تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات اللحوم إلى روسيا على كل حال بدأ بوتين يتحدث عن بدائل منها مصر منها تركيا منها والبرازيل البرازيل منها دول القوقاز أيضا في جواره وتشجيع الزراعة في روسيا الاتحادية نعم فقط نشاهد بشكل سريع الرئيس بوتين يتحدث عن ما يصفها بالسياسة العدائية الأمريكية ودورها في أفغانستان وغيرها
من يخططون للسياسة الخارجية في الولايات المتحدة للأسف ووفقا للسنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة يمارسون سياسة خارجية عدائية. في رأيي أن ذلك غير مهني، ففي كل القضايا التي شاركوا فيها حدثت مشكلات. انظروا في أفغانستان مشكلات، العراق يتقسم وليبيا تتقسم، ولو لم يأخذ السيسي زمام الأمور في مصر فأن مصر كان أيضا سينالها نصيب. وفي أفريقيا مشكلات وتدخل كذلك في أوكرانيا وحدثت هناك مشكلات. أيضا في كتاب حول الصراع الاقتصادي والضغوط الاقتصادية الأمريكية الأطلسية على روسيا، كتاب في الواقع مهم جدا، لا أدري دكتور جورج حضرتك متخصص بالاقتصاد أيضا ربما قرأته، لإخوان زارات، وهو كان موظفا كبيرا في البيت الأبيض والخزينة، وضع في صيف العام الماضي الكتاب بعنوان حرب الخزينة انطلاقة عصر جديد من الحرب الاقتصادية. هذا هو غلاف الكتاب باللغة الإنجليزية إذا كنت توده. يقول فيها الكاتب إن الحرب الجيواقتصادية أكثر فعالية من الجيوسياسية ولا تقل عنها عنفا وتدميرا. يكفي أن تتهم أمريكا مصرفا بتبييض الأموال أو دعم الإرهاب حتى تشله، خصوصا أن أوروبا مضطرة للسير خلفها. هكذا أسقطت بورما وقبرص الشمالية وبيلاروسيا ولاتفيا، وهكذا طوقت إيران، والآن ها هي تهدد 2000 مليار دولار روسي. يعني في حرب من الخزينة الأمريكية على الاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة. دكتور كلوفيس صار معنا من واشنطن، أهلا وسهلا بك دكتور كلوفيس مقصود، سعداء بحضورك. نعم. معنا. طيب الآن كنا بدأنا الحوار مع الضيفين الكريمين بالحديث عن احتمال ارتفاع الضغط الاقتصادي الغربي الأطلسي على روسيا. هل بوتين يستطيع أن يقاوم ذلك؟ وهل نحن أمام حرب باردة اقتصادية روسية أطلسية بشكل عام وروسية أمريكية على وجه الخصوص؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه من الممكن أن الرئيس أوباما لا يريد أن يصعد في ما يسمى بالحرب الحرب الباردة، ولا يريد أن يسخنها. هو رئيس متردد في التدخل، ولكن هو يحاول أن يدرك أن روسيا لم تعد هي الاتحاد السوفيتي، ولذلك يريد أن يستفيد من ذلك، مما أدى إلى أنه يؤيد الانفصالية الأوكرانية. ولكن هذا لا يعني أنه يريد أن يفتعل نوع من الحرب الباردة مع روسيا، رغم أن هناك توترات كثيرة بين روسيا والاتحاد السوفيتي، ومنها ما هي العقوبات الاقتصادية التي فرضها على روسيا الاتحاد الروسي. ولذلك أعتقد أن بوتين، الرئيس بوتين، لا يزال يعتقد أن روسيا الفيدرالية هي بمثابة ما يقارب الاتحاد السوفيتي، وبالتالي لولا التأييد الصيني لروسيا لكان هناك حرب باردة. ولكن العلاقات الصينية الأمريكية اقتصاديا، خاصة اقتصاديا وإلى حد من الوجهة الجيوسياسية، لا تكون رادع، تكون رادع من أجل أن لا يكون هناك تحالف عضوي بين الصين والاتحاد الروسي. طيب دكتور كلوفيس، كأنه أعتقد أن نعم، كأنه الدكتور جورج غير موافق كثيرا على ما تفضلت. نعم. به تفضل دكتور جورج. لا أنا أولا حيي صديقي العزيز والقديم كلوفيس، بس أنا ما بشاركه هالنظرة التفاؤلية الملائكية. الفرق بين الرئيس أوباما والرئيس بوش أنه بتابع نفس سياسة المحافظين الجدد، بس بابتسامة حلوة وبكلام جميل وبكلام حلو، بس السياسة هي ذاتها. هلأ اليوم عندك وزارة الدفاع الأمريكية ما بدها تورط الجيش الأمريكي
بحرب كبيرة حيث يكون في إنزال لقوات أمريكية مثل ما صار بالعراق. بس بالعكس أنا شايف أنه أمريكا عم تستعمل كل الوسائل إذا بدك بما نسميه القوة اللينة السوفت باور بما فيها المال بما فيها المال يعني والمال يعني صار الموضوع عبء على العالم كله حتى على حلفاء أمريكا. وقت ما بتجي أمريكا تفرض هالعقوبات على مصارف كبيرة أوروبية أو حتى أمريكية بمليارات الدولارات بتتحكم بأي تحويل مالي بيصير من دولة إذا كان بالدولار. هيدي أهم وسيلة للقوة الأمريكية بالعالم اليوم. الدليل صحيح ما ورد في الكتاب أنه أمريكا إذا قررت أن تشل مصرفا تقول هذا داعم للإرهاب وفي تبييض أموال طبعاً. ما بيعود حدا يجرؤ أن يتعامل معه. طيب بعض الأرقام الاقتصادية بشكل سريع التجارية بين روسيا والغرب يمكن أن نشاهدها على الشاشة. روسيا تستورد نحو 22% من صادرات أوروبا من الخضار و28% من الفواكه، ستصححها لي إذا كانت خطأ. التبادل التجاري بين أوروبا وروسيا تخطى عتبة 270 مليار دولار، التبادل التجاري بين أمريكا وروسيا نحو 150 مليار دولار. إذا خفضت أمريكا وحلفاؤها أسعار النفط إلى ما دون 70 دولار للبرميل الواحد تكلف الخزينة الروسية أكثر من 20 مليارا. النفط يشكل 40% من الإيرادات الروسية. ثم الدول لا تستطيع مجاراة أمريكا في ضغوطها، مثلا صادرات ألمانيا إلى روسيا بلغت 38 مليار يورو في العام الماضي فقط، تستورد أكثر من 30% من صادراتها من النفط والغاز من روسيا. هذا التبادل بين الجانبين بين جانبي الأطلسي يعني بنهاية الأمر إذا قرروا تخفيض سعر البترول بيشلوا روسيا. أنا لذلك سألتك في بداية الحلقة دكتور سبسبي وأعود للسؤال، هل روسيا عندها إمكانيات المواجهة إذا ارتفعت الضغوط عليها؟ طبعا القيادة الروسية لم تتخذ خطوات اعتباطية أو خطوات فدائية أو انتحارية بالنسبة لتخفيض سعر البترول. هذا طبعا نظريا وارد ولكن عمليا غير وارد. الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها تستخدم كل يوم أو تصرف كل يوم أكثر من 8 ملايين و500 ألف برميل يوميا. روسيا عندما تكلمتم عن الأرقام التبادل الاقتصادي ما بين الغرب وروسيا يجب أن نوضح بأن بعد هذه العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا خسرت أوروبا فقط في مجال تصدير المنتجات الغذائية بما فيها اللحوم 12 مليار يورو واحد على مدار السنة فقط في مجال اللحوم. إذا أخذنا التبادل التجاري بمكمله فسوف تتجاوز الخسارة أكثر من 90 مليار يورو. إذا الآن نضع إشارة استفهام، هل السوق الاقتصادية الأوروبية التي لم تشفى بعد من الأزمة الاقتصادية في عام 2008 قادرة على تحمل مثل هذه الضربة الاقتصادية؟ أكيد لا. الاقتصاد الروسي إلى الآن هو نحن نتكلم عن الاقتصاد الحر ولكن إلى الآن الدولة هي التي تسير الاقتصاد، الدولة هي التي تشرف على هيكلة الاقتصاد في الدولة. لذلك لدى روسيا وما قبل الاتحاد السوفيتي تجربة كبيرة يمكن أن نشهد عليها الاقتصاديون أنهم قادرون ونحن في روسيا قادرين على أن نعيش في ظروف أسوأ من هذه الظروف ويجب أن لا ننكر. لكن فهمنا أن الروبل نزل سعره في الفترة الأخيرة بعد الأحداث في أوكرانيا قوي الروبل 7% اليوم أيضا هبط إلى 2 إلى 4. هذا الأمر أيضا يشجع المصدر الروسي. طيب دكتور سبسبي اسمح لي بسؤال لأنك قادم من هناك حضرتك وعندك تجربة طويلة يعني كنت نائب لرئيس حكومة الشيشان قبل أن تصبح في هذا المنصب المهم الآن. هل ما يحصل على مستوى العالم ودور بوتين وعودة بوتين إلى الساحة الدولية بهذه القوة بهذه الجرأة إذا صح التعبير عم بيساعدوا في الوضع الداخلي قوميا يعني صار الروس أكثر تمسكا بهذا الدور الدولي لبوتين؟ طبعا المواطن الروسي متعطش إلى أن يعود إلى أجواء بأن روسيا هي دولة عظمى. عندما انتهت الحرب الباردة رأت أمريكا بأن تعطي لروسيا الفتات أو تعطيها الدور الذي تخصصه لها الولايات المتحدة الأمريكية. العالم الرأي العام في العالم وخاصة في روسيا يرى بأن
العالم يجب أن يكون متعدد الأقطاب. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تملي شروطها وتملي سياساتها على كل الدول العالم. تعبر أو تعلن بأن الرئيس الفلاني في الدولة الفلانية غير شرعي ويجب تغييره. في 2 أغسطس جرى حديث اتصال هاتفي ما بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين. فحول الحديث بأن بوتين قال السيد أوباما بأن العقوبات الاقتصادية ليس حلا ويجب أن يكون هنالك حوارا دبلوماسيا لنزع فتيل الأزمة ولحل المسألة الداخلية الأوكرانية. السيد أوباما بالبروتوكول الرسمي والذي طبع بعد المحادثة اتفق على ذلك بأنه نعم العقوبات الاقتصادية لا يمكن أن تجدي ولا يمكن أن تجبر روسيا على تنفيذ شروط أمريكية أو غربية. طيب. في اليوم الثاني البيت الأبيض يعلن عن طريق الناطق الصحفي بأن بوتين يمكن أن يشكل خطرا على روسيا في المستقبل. إذن السيد أوباما الآن قرر بأن السيد بوتين يمكن أن يشكل خطرا على روسيا. صحيح. هذا التصرف السياسي الوقح كيف يمكن أن يتقبله المواطن الروسي الذي يعتبر بأن روسيا هي ليست أضعف وليست أقل قيمة وأهمية في العالم من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لها سجل كبير وسجل لا يشرف. مع ماذا نتكلم؟ عن أبو غريب، عن ليبيا، عن أفغانستان، عن بورما، عن أورتيغا، عن ماذا نتكلم؟ طيب أيضا في المجال الاقتصادي سنعود بعد قليل إلى واشنطن لأنه نريد أن نفهم أيضا كيف يفكر الأمريكيون الآن، والدكتور كلوفيس موجود هناك ربما خير من يخبرنا عن الأمر. ولكن أيضا على مستوى الماكرو اقتصاد دكتور جورج نلاحظ أن دول البريكس أخذت خطوات مهمة جدا في الواقع في الآونة الأخيرة، ما يعني أن العالم فعلا قد يخرج من عباءة الدولار وأحادية القطب. مثلا دول البريكس وقعت اتفاقية مؤخرا لتأسيس مصرف إنمائي رأس ماله 100 مليار دولار وصندوق احتياطي للطوارئ. معروف أن هذه الدول أي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا تنتقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ سنوات طويلة. بوتين قال صراحة أن مجموعة دول البريكس تنوي تغيير الوضع الذي أصبح فيه النظام المالي العالمي يعتمد فيه على الدولار الأمريكي فقط. نحن إذن أمام ربما انتهاء عصر الدولار الأمريكي. بس رح تاخذ وقت العملية طبعا. لأنه سنوات أو عقود؟ لا لا سنوات. أنا بتصور الخطأ الغربي أو الأطلسي اليوم بالعقوبات الاقتصادية اللي فرضها على الاتحاد الروسي راح ينقلب ضد الولايات المتحدة وسيطرتها. بس بدي بس أذكر أنه بسنة 1997 وقت مصاري وقعت بعض بلدان شرق آسيا اللي هي اليوم من البريكس بأزمة مالية كبيرة. اليابان جربت تطلع من الهيمنة الأمريكية واقترحت إنشاء صندوق نقد لشرق آسيا هي بتموله لإنقاذ هالدول اللي وقتها كانت وقعت بأزمة حادة من كوريا، تايلاند وفيلبين. أمريكان جنوا وهستروا وانتوى الملف. أنا اليوم مع البريكس بتصور أنه الأمور رح تصير أكثر جدية، وبعدين حتى العقوبات الاقتصادية أيضا رح تشجع التجارة بين دول البريكس، رح تشجع الهند، بتشجع تركيا، بتشجع جنوب أفريقيا، الاعتماد على الذات. الغرب جن يعني، وحتى إذا حللنا لأنه ما حكينا عن الأزمة بأوكرانيا، في جنون غربي وأطلسي. اليوم بوتين محبوب مش بس بروسيا، بوتين بيحكي لغة القانون الدولي تماما. بوتين بيجي بيندد بإزدواجية المعايير الغربية اللي كان مفروض العرب يطلعوا فيها من زمان. فأنا حتى يقال أنه نقمته الأكبر بالنسبة لسوريا هي بسبب أنه الغش الذي حصل في ليبيا، أنه وعدوه بشيء وقاموا بشيء آخر. روسيا في ليبيا فهو بيلعب لعبة القانون الدولي، وهي قوته اليوم يعني ما عم بيخرج من قواعد القانون الدولي. طيب. حتى بالأزمة الأوكرانية واضح. ممكن إضافة صغيرة في هذا الموضوع، أذكر الأخ جورج بأن الصين وجنوب أفريقيا وروسيا تنتج 40% من الذهب في العالم. صحيح. إذن إصدار عملة جديدة تخص دول البريكس والدول التي تريد أن تدخل مستقبلا، وهناك دول ستدخل مستقبلا إلى البريكس، ستكون هذه العملة مدعومة حقيقية وليس مطبوعة في مطابع النشر في أمريكا. دعونا نذهب لعند كلوفيس مقصود. صديقنا كلوفيس كان له حجة قوية أنه الصين
اجر لقدام اجر لورا، لأن صحيح. ضخامة المصالح بين وبين الولايات المتحدة، خصوصا ان الصين عندها احتياطات ضخمة من الدولارات، وهي انقذت الاقتصاد الامريكي قبل 2008. انقذت الاقتصاد الامريكي فهيدي، ولكن الصين ايضا لا تتحمل لغة التهديد من الولايات المتحدة الامريكية. طيب انا اعتقد انه مشاهدينا الان يقولون طيب ادخلوا في المواضيع العربية، مش فقط مواضيع اقتصادية محلية واقليمية. الان في اخر الشهر الماضي ذهب وزير الدفاع العراقي الى موسكو، وقع صفقة اسلحة بمليار دولار. بعد أقل من أسبوعين تعلن أمريكا تأييدها لإبعاد نوري المالكي. البعض ربط ذلك بهذا، ولكن لا أحد يعرف. لافروف يقول روسيا تدعم القيادة الشرعية في العراق. الآن الرئيس السيسي الرئيس المصري في موسكو أيضا وقع مجموعة من الاتفاقيات المهمة. روسيا تدعم سوريا. روسيا استقبلت وزير الدفاع الجزائري، عندها كما سنلاحظ في الأرقام بعد قليل أفضل العلاقات مع دولة كالمملكة المغربية مثلا. ربما الناس كثيرا لا يعرفون هذا الأمر. دكتور كلوفيس، الآن هذا التمدد الروسي أو انتعاش الدور الروسي في الدول العربية يقلق واشنطن فعليا؟ هل يمكن أن تعيقه؟ طبعا يقلقه، ولكن لسبب واحد. السبب واحد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل حاسم المشروع الصهيوني وإسرائيل، وتحاول بكل الوسائل أن قد تنتقدها أحيانا، ولكن الانتقاد يلطف ويلغى نتيجة الانتقاد من الإدارة الأمريكية. دكتور كلوفيس أرجوك انظر إلى الكاميرا لو سمحت أمامك. الذي هو لو سمحت انظر إلى الكاميرا أمامك. إيه تفضل. يعني التأييد الأمريكي لإسرائيل يعني حتى ولو أرادت أن تكون إلى حد ما مستقلة أو متجردة، فلا يمكنها أن تنفذ سياسة متجاوبة مع الحق الفلسطيني في الاستقلال، لأن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية باستطاعة الكونغرس الأمريكي تقريبا أن يلغي هذا التوجه نحو الانفتاح أو الحياد تجاه القضية الفلسطينية. ولذلك أعتقد أن هذا يفتح المجال أمام روسيا بأن تكون هي أكثر مقبولية في الوطن طيب. العربي إجمالا. دكتور كلوفيس سنكمل كونها لو سمحت سنكمل مباشرة بعد موجز للأنباء سريع وأعود إليك. اسمح لي بالمقاطعة، موجز للأنباء سريع ونعود لإكمال هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة المشاهدة لمشاهدة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. نتحدث في هذه الحلقة الليلة عن الصراع الأطلسي الروسي في الدول العربية. هل يستطيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدي الغرب الأطلسي بشكل عام؟ هل يبعث أو ينبعث الدور الروسي أكثر في الدول العربية؟ هل هذا يقلق الأطلسي؟ هل هذا الصراع يؤدي إلى مزيد من الدماء في الدول العربية؟ أم العكس تماما سيؤدي إلى ثنائية أو ثلاثية أو رباعية الأقطاب في العالم، ولا يحصر المسألة فقط بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أعود وأرحب بضيوفي الكرام، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي الدكتور زياد سبسبي، الوزير السابق والكاتب الجيوسياسي والخبير الاقتصادي الدكتور جورج قرم، ومن واشنطن الدبلوماسي والكاتب كلوفيس مقصود. في مطلع الشهر الماضي تحدث الرئيس فلاديمير بوتين أمام سفراء بلاده، قال التالي: كنا نطمح دائما لعلاقات شراكة متوازنة بين
بين روسيا وأمريكا، لكننا كنا نجد دائما تجاهلا من قبل الأمريكيين لمصالحنا، لا نسمع منهم إلا التهديدات والتحذيرات، نكرر القول إن هذا لا ينفع، إننا جاهزون فقط لحوار متساو تماما. دكتور كلوفيس، كنا معك، كنت أسألك هل هذا الانبعاث للدور الروسي في الدول العربية من مصر إلى العراق فسوريا وغيرها يقلق فعلا واشنطن، وهل هي تعمل على إعاقته في هذه الدول؟ أعتقد أن ما نحن بصدده في هذه المرحلة أن هناك اتجاهين متناقضين. الاتجاه الأول هو العولمة، وبنفس الوقت حيث العولمة تريد أن تجمع الناس مع بعضهم والدول مع بعضها وتجمعهم، وبالتالي هناك عملية تفكيك للدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. هذه المعادلة الخطيرة يجب أن ندرك أنها تضع حدودا لصلاحيات الدول الكبرى، لأن ما هو حاصل مثلا في العراق اليوم، ما هو حاصل في عديد من الدول التي لا تستطيع الدول الكبرى أن تتدخل فيها بشكل حاسم كما كان أثناء الحرب الباردة، وضعت حدود حتى للدول الكبرى مثل الاتحاد مثل روسيا والولايات المتحدة. أنا أعتقد أن هناك في الولايات المتحدة نوع من التعب من الحروب التي قامت بها إدارات بوش وغيره، ولذلك التركيز أصبح على مزيج من الإنعزالية الأمريكية في التدخل، ومن جهة أخرى التركيز على سلطتها الاقتصادية، ولكن من ناحية أنها تتردد كثيرا في التدخل الحاسم في الشؤون العربية والشؤون الدولية إلى آخره، مما أدى إلى الوزيرة الخارجية السابقة كلينتون هيلاري كلينتون أن تنتقد بشكل واضح السياسة المترددة للرئيس أوباما. ومن هنا يجب أن نعالج هذه المواضيع ليس بالمقاييس التي كانت أثناء الحرب الباردة، بل أولا من خلال التعددية في احتمال أقطاب قطبية متعددة، وإن كانت الولايات المتحدة تبقى إلى حد ما القطب الأهم وبالتالي الصين وروسيا، ولكن إجمالا هناك محاولة لأن الولايات المتحدة أن لا تتدخل عسكريا وحتى دبلوماسيا في كثير من القضايا الناشئة، وبالتالي أكيد لن تتدخل إذا كان هناك من يتدخل لصالحها. يعني في يعني هناك أطراف تتدخل لصالحها في كل دول العالم، هي مثلا في طبعا، وكذلك الأمر في لروسيا، وكذلك الأمر للصين. الآن هي حرب الوكالة، أن تتدخل أكثر في أفريقيا، في أفريقيا، ولذلك كان هناك المؤتمر الأفريقي، وهذا يعطل الكثير من المصالح الصينية في أفريقيا. طيب. وبالتالي لذلك أعتقد أننا لا نستطيع أن نستعمل المقاييس السائدة التي كانت تحدد مواقفنا تجاه، وكنا نقول الانحياز الإيجابي والقوة الثالثة وعدم الانحياز، كل ذلك أصبح عرضة لإعادة النظر. طيب دكتور جورج، تود التعليق؟ بدي خالف هالمنطق، لأنه مين عم بيقود العولمة؟ هي الولايات المتحدة، وعم بتقودها لمصلحتها لهلا. يعني كل المنطق يعني تبريري للمواقف الأمريكية، العولمة مثل ما قال صحيح بدها حجتها أنه أنا بدي أجمع العالم، بس بنهاية الأمر العولمة هي اللي سمحت للقوى الأمريكية
المختلفة. أمريكا مش بس الحكومة والجيش الأمريكي، أمريكا الجامعات، أمريكا الشركات المتعددة الجنسيات، أمريكا يعني المصادر القوة الأمريكية هي كتير كبيرة، وهي المستفيدة لهلا أكبر مستفيدة للعولمة والبرهان. هل هي دكتور جورج متضررة من الدور الروسي الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية، أعود إلى نفس السؤال، الآن الرئيس السيسي يغادر بمجموعة من الاتفاقيات، علاقات مع العراق، علاقات مع سوريا، علاقات مع الجزائر والمغرب، هل أمريكا تنظر بعين الريبة وتستطيع أن تعيق ذلك في المرحلة المقبلة؟ أنا 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 تقديري أنه في حاجز بالحلف الأطلسي ككل، لأنه الغرب هو حلف أطلسي، في حاجز انه نحن قاعدين وخصوصا اوروبا قاعده مسجونه بتزويد روسيا للغاز وللنفط، بدهم يتخلصوا من هالارتباط بالطاقه اللي جايه من روسيا، هي همهم. وحتى اذا بدك انت تنبش عن اسباب للشيء اللي عم بيصير بسوريا، قصص انابيب موجوده كمان، لانه بدهم يوصلوا. انا بتمنى تشرحها هي الدكتور جورج، لانه مهمه جدا وانحكت كثير، ولكن لا يستطيع احد غيرك ان يشرح بالضبط انه في سوريا مساله الانابيب والالتفاف على النفط الروسي الى اوروبا كان جزء منه، ودخلت فيه تركيا ودخلت اسرائيل، وربما الان الاكتشافات على سواحل المتوسط تلعب دورا، ولكن كيف هي يعني كيف انه بسبب مشكله النفط في الان حرب على سوريا؟ ايه، لانه الخطه هي منذ سنين يعني انه يصير في الاستغناء عن الممرات، حتى مش بس عن الغاز الروسي، عن الممرات الغازيه اللي بتجي من اسيا مثلا او بتجي من ايران او بتجي عبر روسيا، انه تروح كلها عبر دول صديقه بالمتوسط. يبدو انه قبل ان تنفجر الاوضاع بسوريا كان في طلب قطري بمرور أنابيب غاز ضخمة من قطر عبر إسرائيل بالأرجح كمان والأراضي السورية، ويقال أنه الرئيس الروسي وقتها أصر أنه لا تصير القصة، يعني أنه يوقف هالصفقة، مما أغضب القطريين إلى أقصى الحدود. رواية اكيد الرئيس الاسد يرفض انه يمر انبوب من عنده ضد روسيا ويمر باسرائيل والاراضي السوريه، اكيد يعني. ما في شك ما في شك. طيب فهيدي من احدى الاسباب، من احدى اسباب غضب فرنسا ايام الرئيس ساركوزي وقبل منه الرئيس شيراك على سوريا، انه كان في مقرر صفقه للتنقيب عن النفط والغاز بسوريا لشركه توتال، وباخر لحظه شركه توتال ما اخذت الصفقه، راحت لشركه كنديه، والرئيس الفرنسي طار عقله ضد الرئيس الاسد. على كل حال هلا في كلام جدي الان انه مساله داعش والسيطره على كل المناطق النفطيه من العراق الى سوريا واضح الهدف، يعني كمان واحد من الاسباب التي تسهل سيطره داعش على كل انابيب النفط، انه بالنهايه هذا النفط يصدر الى دول، في دول تشتري النفط. الرضا على حكومه طالبان قبل ان تصير الحرب الثانيه على افغانستان، انه طالبان كانت وافقت انه تمرق انابيب غاز عبر اراضيها بالسياق الامريكي بطبيعه الحال. فهيدي قصة في حاجز الدول الغربية انه نحن بدنا انه تزويد النفط والغاز والطاقة اجمالا ما تمرق عن طريق الاتحاد الروسي. هلا في شيء ومؤخرا كتبت كمان قطعة عليها، بالذهنية الغربية في عداء لروسيا قبل الحكم الشيوعي، انه القياصرة من ايام القياصرة في حاجز انه هيدي روسيا بدها توصل، كان التعبير وقتها بدها توصل للبحار الدافئ أي للمتوسط، وبدنا نمنعها لأنه هيدا بيصير شيء بضر بمصالحنا. إذا بتقرأ حتى الكتب القديمة تبعت القرن التاسع عشر، بدهم يمنعوا روسيا القيصرية اللي حدودها بلكي 300 كيلومتر من المتوسط توصل للمتوسط، بس بريطانيا
القعده فوق اوروبا بحر الشمال حلال، انه اسطوله حتى لو كان أمريكا حتى لو كان الاسطول البريطاني ياخذ العبيد انذاك كمان هو أمريكا اللي ب 15000 كيلومتر بعد عن المتوسط لازم هي تسيطر على المتوسط وروسيا ما تكون موجوده، هيدي ما فيها منطق يعني، هيدا السبب. ولكن بالنتيجه دكتور جورج الذي يدفع الثمن هي الدول العربيه، يعني في صراع على المصالح. معلش خلينا نرجع كمان للمقولات انه في فراغ قوه عند العرب تماما، وكان مظبوط بسبب خلافاتهم المتواصله على الزعامه على المنطقه العربيه. على كل حال انا انصح المشاهدين، بتصور هذا الكتاب صدر لك باللغه العربيه ايضا لقراءه دنيويه للصراعات نزاعات للنزاعات. انا قراته باللغه الفرنسيه حين صدر، اصدرته بالاول بالعربي ولا بالفرنسي؟ لا بالفرنسي بالاول. طيب في الكتاب في الواقع كشف لي كذب مقولة صراع الحضارات لتبرير الحروب، يشرح الدكتور جورج قرم الآليات المستخدمة منذ التسعينيات لشل كل معارضة فعلية لهذه الحروب، التحريف الواقع والتاريخ واختراع قيم سياسية ودينية لتبرير هذه الحروب، دور الدول الكبرى في اختراع المبررات لغزواتها وأدوات دعاية لتلك المبررات. يقول مثلا، سأقرأه إن شاء الله كنت ترجمت صح، يعني كان لازم قرأته باللغة العربية. تقول إنه لمثير للريبة أنه لم يتم تسليط الضوء في الخطاب الرسمي الأمريكي سوى على محاربة الإرهاب وإيران دون تحليل المكونات الأخرى لهذا الخطاب، أي تلك التي تمنح للرئيس الأمريكي والنخبة حوله حصرية الحق في الحكم على الخير والشر في العالم، وحصرية احتكار القوة العسكرية والأخلاقية التي لا يمكن لأي قوة أخرى في العالم أن تكون فوقها، وحصرية احتكار إطلاق الحروب الوقائية من قبل أمريكا ضد دول يعتبرونها مشاغبة أو في محور الشر. إن الخطاب الأمريكي مثير للقلق ويذكر بخطابات قادة العالم سابقا إلى الكوارث. الكتاب مهم جدا في الواقع وانتشر حسب ما فهمت حتى في أوروبا بشكل كبير في الآونة الأخيرة. طيب دكتور سبسبي، الآن الرئيس المصري وقع سلسلة اتفاقيات وتم توقيع قبلها بزيارات بين الوزراء الدفاع والخارجية اتفاقيات مهمة مع مصر. هل نحن أمام بداية تحول مصري، ليس ترك أمريكا ولكن أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمريكا وروسيا يشعر بذلك الروس؟ والأمر الثاني، كانت مسألة سوريا مطروحة، هل يمكن القول أن السيسي في خلال هذه الزيارة إلى روسيا تجاوب مع المطلب الروسي لدعم سوريا وإيجاد حل سياسي حتى ولو بقيت السلطة الحالية؟ من الجيد أن نعود بالحوار إلى الفلك السياسي، وهنا أريد أيضا أن أنوه بأن كان جيد الفلك الاقتصادي بالأول، ممكن أن يكون ممل ببعض الشيء للمواطن أو للمشاهد. أمريكا لم تتخلى عن النموذج أو السلوك الفوقوي في العالم، فإذا كان السيد بوش الأب والأم كانوا يسيرون الجيوش الأمريكية للتنفيذ أو للدفاع عن مصالحهم، اليوم أوباما بأيادي غريبة وبفضل تصدير الثورات الملونة إن كانت في أوكرانيا أو الثورات لإعادة أو لإحلال الديمقراطية في ليبيا وفي سوريا وفي وتحت بند حرب الإرهاب في العراق وأفغانستان، إلى الآن الولايات المتحدة تسير بنفس الطريق ولكن بوسائل متغيرة. طيب زيارة الرئيس بالنسبة المصري، بالنسبة للزيارة الأخيرة للرئيس السيسي، نعم هنالك رجوع أو عودة إلى تنمية واستعادة العلاقات التاريخية التي كانت تربط مصر بالاتحاد السوفيتي والآن مصر بروسيا الاتحادية من أيام جمال عبد الناصر. اليوم الرئيس السيسي يرى و تأكد بأنه لا يوجد هنالك أصدقاء دائمون للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هنالك مصالح دائمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فاليوم هنالك فرصة تاريخية في الحياة السياسية ليس فقط للدول العربية أن يكون هنالك تقارب مع السلطة الروسية، مع القيادة الروسية، مع الدولة الروسية، لأن روسيا الاتحادية لا تتخلى عن حلفائها، والمشهد السوري هو خير دليل على ذلك. طيب
بالنسبة لي نعود إلى الموضوع السوري. مصر اليوم أعلن السيد الرئيس بوتين بأن روسيا الاتحادية مستعدة إلى تغطية كل احتياجات مصر من القمح. اليوم 20% من صادرات القمح الروسي سوف تذهب إلى مصر، و 5% من المنتوج الكامل إلى مصر. طبعا ما عدا الاتفاقات العسكرية حول موضوع تصدير الأسلحة إلى مصر، تأهيل القادة العسكريين أو تأهيل الضباط العسكريين، إعادة عملية تأهيل الأطباء والمهندسين في الجامعات. سنعرض كل الاتفاقيات بعد لحظة، ولكن بالنسبة لموضوع سوريا هل في توافق الآن؟ يعني يمكن أن نقول أن زيارة السيسي إلى موسكو ستغير المنح المصري علانية حيال الوضع السوري مثلا؟ طبعا اليوم السيسي أتى إلى روسيا كرئيس لمصر، رئيس لدولة. اليوم عندما يعلن بأنه يجب أن يكون هنالك حلا سياسيا للأزمة السورية، فهذا طرح جديد من قبل القيادة المصرية، تختلف عن طرح القيادة السابقة الإخوانية بقيادة محمد مرسي. حتى لو في ضغط ليس سعودي فقط مصر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن اليوم توافق على الطرح الروسي بأنه لا يوجد هنالك حلا عسكريا للأزمة السورية. هذا الكلام عندما كانت تقوله روسيا من 3 سنوات، البعض كان يستهزئ من هذا الطرح. اليوم دكتور سبسبي، هل كان دولة واحدة في العالم يمكن أن نسميها أحد التي تقول بأنه الحل العسكري هو الحل الوحيد للأزمة السورية؟ هل كان الرئيس بوتين مستعد لخيار عسكري لو أن الأطلسي ضرب سوريا، أو لحماية سوريا مثلا؟ لا أظن. السيد بوتين أعلن بأنه لا يمكن لروسيا أن تحارب بديلا عن أي دولة في العالم، هذا أولا. ثانيا، ولكن الضربة التي كانت محتملة على سوريا من قبل الناتو أو أمريكا كان يمكن لها أن تغير ليس فقط من ميزان القوى، ممكن أن تغير من الخريطة السياسية، ويمكن أن يكون هنالك تفاعلات أو تطورات كبيرة في مناطق عدة من العالم ابتداء من أمريكا اللاتينية. إذا كان الروسي لا يستطيع أن يواجه عسكريا والأطلسي بعده عنده القوة الكبرى، كيف تطلب من الدول العربية أن تذهب أكثر صوب روسيا مثلا؟ روسيا تلتزم، يعني روسيا كان يمكن أن تساعد سوريا بمدها بالأسلحة، يمكن أن تمدها بالخبراء، ولكن أن تدافع أن تحارب بدلا عن سوريا، هذا الأمر مرفوض حتى من قبل الشارع الروسي. في كلام عن صفقة جديدة عسكرية قريبا إلى سوريا، عندك معلومات؟ ممكن. طيب على ذكر المساعدات الأمريكية إلى مصر، أود لو سمحتم في قسم الكنترول أن نشاهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ماذا قال في لحظة تاريخية عن هذه المساعدات الأمريكية إلى مصر في حال قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الآن مجلس الشيوخ عنده قرار أيضا بتخفيض هذه المساعدات إلى مصر مقابل ذهاب السيسي الرئيس السيسي إلى موسكو. نشاهده. احنا بناخذ من الأمريكان قمح، لازم نعرف المواضيع بالمفتوح، قمح ولحمة وفراخ، ما بناخدش مصانع والله أبدا، يعني ما بيدوناش مصانع، بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنة. احنا ميزانيتنا في السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة، ولا بتهمنا والله العظيم. يعني كانت فترة يقول الرئيس نوفرها على الجزمة. طبعا، وهي مناسبة أن نذكر من الذي بنى معامل صب الحديد والفولاذ في مصر، من بنى سد أسوان والمفاعل النووي. طيب، في عرض سريع للاتفاقيات بين مصر وروسيا خلال زيارتين للرئيس السيسي، كان وزير دفاع زارة والآن رئيس جمهورية، وبذكر أيضا أنه الرئيس بوتين كان أول من رشح السيسي علنيا أو دعم ترشيحه لرئاسة مصر. مصر وقعت مع روسيا بروتوكول لإمداد القاهرة بالأسلحة في شهر مارس الماضي، وصفقة سلاح لمصر بنحو 2.5 مليار دولار، بينها طائرات ميج 29 وطائرات هليكوبتر هجومية يمكن أن تشكل بديلا عن الأباتشي الأمريكي
والآن مصر بحاجة إليها. التعاون في قطاع الفضاء، أنه في شهر أبريل الماضي انطلق من قاعدة بكازاخستان حملت صواريخ روسية إلى الفضاء لإطلاق القمر الصناعي المصري للاستشعار عن بعد. أشار بوتين إلى أن هناك احتمالات جيدة في صناعة السيارات. بوتين أيضا قال أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة والكهرباء واستغلال الطاقة النووية، أن هناك بعض الشركات الروسية التي تبدي اهتماما للعمل في مصر. في نوفمبر حوالي 40% من القمح المورد سيكون موردا لمصر، 90% مما يتم استيراده من مصر، وقد سبق لمصر أن رفعت إمداداتها إلى هذه المنتجات من هذه المنتجات إلى نسبة 30%، وهي مستعدة إلى رفعها لمدة 30% أخرى. إمكانية إنشاء على ساحل البحر الأسود مركز لوجستي مصري، والإدارة الروسية تدرس حاليا إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة بينها وبين مصر لزيادة التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي. السيسي أكد رفع الصادرات المصرية الزراعية الروسية أو إلى روسيا 30%، وروسيا ستزود مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح هذا العام. مصر التي حصلت على أول مفاعل نووي من روسيا نهاية خمسينيات القرن الماضي جددت الآن اتفاقية نووية مع إدارة بوتين. واشنطن قلقة، تبادل 3 مليارات دولار صادرات روسية مقابل 500 مليون مصرية، لكن الآن يمكن تعديل بعض الميزان بعد الخلاف مع أوروبا بالنسبة للصادرات الزراعية. واضح أن الاتفاقيات كبيرة جدا مع مصر. دكتور كلوفيس، مقصود هل هذا التوجه المصري صوب روسيا برأيك سيؤثر على الدعم الأمريكي أو على الموقف الأمريكي حيال مصر؟ سيعيقون عمل الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة؟ يؤسفني أن أقول أنه ما دام هناك المعاهدة المصرية مع إسرائيل، نعم، لن تتخلى الولايات المتحدة عن مصر. حضرتك دعيت إلى وقفها. أعتقد أن العلاقات الثنائية، نعم، حضرتك دعيت إلى وقف هذه المعاهدة. وقف المعاهدة. وقف المعاهدة. طبعا إذا أو المعاهدة، أقول أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مصر رغم العلاقات المتنامية بين روسيا ومصر ما دامت مصر ملتزمة بمعاهدة الصلح مع إسرائيل. هذا هو الأولوية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولذلك لن يؤثر تطور العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على العلاقات المصرية الأمريكية ما دام هناك معاهدة الصلح المصرية مع إسرائيل. طيب، ولكن دكتور كلوفيس، الآن واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية صحيت على موضوع الديمقراطية في مصر، يعني بتعرف هي بتصحى بالريموت كنترول يعني، وتقول أنه ستخفض 400 مليون دولار أمريكي لمصر حتى تلتزم مصر بشروط الديمقراطية، يعني كأنه في السابق كانت أفضل الشروط. والتحقيق بأحداث رابعة. والتحقيق بأحداث رابعة العدوية. يعني واضح أنه في ضغط أمريكي على مصر. طبعا في ضغط أمريكي على مصر، يعني لا يعني أن أما أن تتخلى أو أن يضعف التبني الولايات المتحدة لمصر ما دامت مستمرة في العلاقات مع إسرائيل على أساس المعاهدة، ونرى نتائج ذلك فيما يتعلق بالحدث الأخير في حماس والمصالحات التي تديرها مصر بين فصائل المقاومة وإسرائيل. طيب دكتور سبسبي، الآن في الكلام عن إسرائيل اللي تفضل فيه الدكتور كلوفيس، في سؤال عند العرب، وأنا إذا قرأت لك مثلا العشرات الرسائل التي وصلتنا قبل هذا البرنامج حين عرفوا بالعنوان، يقولون أنه ما الفرق بين الرئيس بوتين والولايات المتحدة الأمريكية في النظرة إلى إسرائيل مثلا، أنه روسيا لا تقف ضد إسرائيل عملية، وأنه في مليون إسرائيلي من أصل روسي مثلا. أنا برأيي وجود مليون روسي أو مليون يهودي من أصول سوفيتية وروسية هذا أمر إيجابي بالنسبة للتركيبة السكانية في إسرائيل، لأن اليهود في روسيا أقل عدوانية و
أقرب إلى الشعوب الشرقية. ما هو الفرق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الصراع العربي الإسرائيلي؟ أجيبك على هذا السؤال. ليس في يد روسيا ورقة ضاغطة مثل تلك الورقة التي في يد الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا بشكل صريح وواضح تقول بأن هي مع قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود فلسطين التاريخية وحسب قوانين الأمم المتحدة. طيب أمريكا تقول بدولة مستقلة، أمريكا ماذا تفعل من أجل ذلك؟ هي قادرة على الضغط على إسرائيل. روسيا ماذا تفعل؟ روسيا ليس لديها قوة ضاغطة. روسيا الآن تقدم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية. ليس سراً بأن أكثر أو غالبية صفقات الأسلحة تقدم بالمجان إلى السلطة الفلسطينية. ليس سراً بأنه هنالك برامج تعليمية وحتى لتأهيل الكوادر العسكرية والتعليمية لمنطقة السلطة الوطنية في فلسطين. طبعاً نحن لا نقول بأنه يمكن لروسيا أن تجبر إسرائيل على توقيع معاهدة سلم. لذلك في الأيام الأخيرة تكلم السيد لافروف وزير الخارجية عن ضرورة توسيع اللجنة الرباعية وجعلها لجنة خماسية، بحيث إدخال منظمة جامعة الدول العربية إلى اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا و إن شاء الله ما يدخلوها، يعني مشان ما تخرب. هذا اقتراح روسي. إذا الجامعة العربية الهدف من روسيا أن يكون هناك تفعيل لعملية حل القضية الفلسطينية. على كل حال وصلنا بيان قبل قليل من مجموعة سمت نفسها مجموعة 20 من شخصيات عربية ترفض ذهاب الجامعة العربية إلى غزة، سنشاهده بعد لحظات. طيب الآن أيضا في موضوع العراق دكتور جورج، خلي سؤال لك لأنه سأعود إليك دكتور سبسبي. في موضوع العراق في مليار دولار صفقة سلاح بين روسيا وبين حكومة المالكي، الآن طبعا وزيح المالكي ولكن عمليا العصب لا يزال هو نفسه يعني. طيب هذه الصفقة أيضا صفقة قبلها مع الجزائر وصفقة مع المغرب، طيب نحن لماذا لا نشك أيضا أنه الروسي يريد من الدول العربية أن تكون سوقا للسلاح، وأنه إذا استمر أكثر الصراع يستمر توريد السلاح الروسي؟ أنا ما بنظر للموضوع بهالشكل، لأنه كان برجع شوي لخلفية تاريخية. ما لازم ننسى أنه قديش وقت الاتحاد السوفيتي، قديش الاتحاد السوفيتي وقفت إلى جانب العرب بمعظم قضاياهم، بالاستقلال، بقضية فلسطين، ساعدت بالتنمية الاقتصادية. أول من اعترف بإسرائيل الاتحاد السوفيتي؟ إيه منيح. وأول ما اعترف بالسعودية الاتحاد السوفيتي 1921. مضبوط، هذه ما بتعني شيء، حقائق تاريخية لا يمكن تغييرها. العرب شو بدلوهم للروس؟ يعني إذا الواحد بفكر راحوا ضربوا شبيبة وبعتوهم لأفغانستان يحاربوا الجيش السوفيتي. طب شو بخص العرب بأفغانستان ونحن عندنا فلسطين محتلة وعندنا 50,000 مشكلة داخلية؟ يعني ما في حسب أي عرب، لأنه أيضا في عرب أسسوا أحزاب شيوعية وكانوا بفلك الاتحاد السوفيتي. معلش أستاذ سامي خليني ولم نحن صار في أخطاء غريبة الشكل بالماضي عم ندفع ثمنها اليوم. الهند قديش وقفت مع القضايا العربية؟ نحن دائما أخذنا جانب باكستان. ما خلينا حدا مبسوط بالتعامل معنا إلا أمريكا طول الوقت. يعني في كتلة من الدول العربية مهما عملت أمريكا ضد العرب أبدا، أمريكا هي الولاء المطلق. فهون إذا الكتلة العربية ما بترجع تعمل مراجعة حسابات وتجي توقف وقفة على الأقل مستقلة بالأنظمة بالنظام الدولي وبالصراع اليوم اللي موجود بالساحة، رح نرجع نتخبط أكثر مما تخبطنا بالماضي. لأنه بعدنا نحن داخلين بسياسة المحاور بشكل غير متوازن، تركين يعني جماعة كانوا حلفاء لنا بالماضي تركناهم. في شيء غلط بالسياسات العربية الجماعية، في شيء غلط. وبعدين باستمرار إذا الدولة الفلانية راحت تصوب أمريكا، الدولة الثانية بتروح مثلا تصوب الاتحاد السوفيتي. طبعا ما فينا نكمل هاي السياسات الفتن الداخلية العربية. ما هي نصيحتك دكتور جورج؟ إنه الآن في عندك روسيا ينبعث دورها وأصبحت قوة إقليمية دولية جدية تواجه تصارع
تحفظ القانون الدولي في مجلس الأمن أكثر من فيتو استخدمت ضد الولايات المتحدة. النصيحة الآن للدول العربية ماذا؟ أن يوزعوا العلاقات بين الأطلسي وبين روسيا، أن يذهبوا أكثر باتجاه روسيا ودول البريكس. أنا بالأطلسي شو جابت للمجموعة العربية؟ شو جابت؟ غير الخراج هني جاي شو جابت؟ طب أن يذهبوا أكثر صوب دول البريكس مثلا؟ أكيد، أو صوب دولة مثل الهند، أكيد مع الاتحاد الروسي، أكيد في دول بشرق آسيا كمان كتير مهمة، أمريكا الجنوبية قديش في إمكانيات بأمريكا الجنوبية خصوصا الدول الناشئة والدول الصاعدة والدول المؤثرة الآن كدول البريكس. هالتتتات يعني أنا ما عندي إلا أوروبا وأمريكا بكفي بعض. على كل حال شوف حتى الكتاب، يعني هذا كتاب مهم جدا أيضا صدر مؤخرا اسمه كيف يرى السي اي اي العالم بال 2030. وفي الواقع هي يعني الكاتب اساسا هو المفترض امريكي، يعني المفترض ان يقول وجهه نظر الامريكيه. يقول في هذا الكتاب انه مثلا الصين ستصبح فعلا هي الدوله الاولى في العالم اقتصاديا السنه الجايه، بل ويقول اكثر، يقول انه الدور الامريكي سيبدا فعلا بالتقهقر، حل سيطره الدولار ستنتهي، هروب الولايات المتحده الامريكيه من الساحه السياسيه بدا. هذا شيء واضح لا يراه، يعني يمكن ان يتغاضى فقط من هو اعمى سياسيا. هو السؤال دكتور سبسبي، والولايات المتحده الامريكيه هي التي بيدها تفعل ذلك. هي تقول بان الولايات المتحده الامريكيه لا تتدخل باي امور داخليه لدول، نتكلم عن دول الاتحاد السوفيتي. نحن في المجلس الشورى او مجلس الشيوخ الروسي في العام الماضي عندما ناقشنا قانون منع الامريكيين من تبني الاطفال الروس، أرسلنا رسالة رسمية للسفير الأمريكي في موسكو وقلنا له يا سيادة السفير تفضل دافع عن الولايات المتحدة الأمريكية، دافع عن المواطن الأمريكي في هذا الأمر. فأتانا الجواب ليس من العرف الدبلوماسي أن يحضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي جلسة برلمانية. احترمنا هذا القرار. في الأحداث الأوكرانية السفير الأمريكي في أوكرانيا يجلس أو يخصص له غرفة في البرلمان الأوكرايني لكي يعطي نصائح للمجموعات السياسية أو المجموعات المسلحة كيف تتصرف. شوف على كل حال هن السفراء الأمريكيين في دولنا العربية ما بيتدخلوا، يعني أبدا جالس سفارته ما بيتحرك يتصدر المظاهرات أو الاجتماعات. نعم. ونعرف السفير الأمريكي في دمشق قدم استقالته بعد أن قال بأن ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء تقدمه للمعارضة. هذه هي الازدواجية، هذا هو النفاق السياسي، هذا هو العلم المحروق الذي ترفعه أمريكا. طيب دكتور كلوفيس، حضرتك كنت طبعا ممثلا لجامعة الدول العربية في دول عديدة منها في واشنطن والأمم المتحدة والهند ودول كثيرة سابقا. الآن يعني معروف صار أنه جامعة الدول العربية بشكل عام القرارات الرئيسة التي تتخذها إما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بتنفيذ في بعض المرات أوامر فعلية من الولايات المتحدة الأمريكية. نصائح. طيب خلينا نسميها نصائح أحسن دبلوماسية. طب الآن في إمكانية لانفتاح جامعة الدول العربية أكثر على روسيا لكي توازن أيضا بين الدورين. هل تنصح كسفير سابق جامعة الدول العربية بأن تعزز العلاقات أكثر مع روسيا، أن تذهب أكثر باتجاه دول البريكس، أن تخفف من وطأة أمريكا عليها مثلا؟ أعتقد أن جامعة الدول العربية الإطار للعمل العربي المشترك ليست بمثابة الحالة التي كانت عليها عندما كنت في الهند أو في الأمم المتحدة. الجامعة العربية اليوم متفككة ضعيفة، كلمتها ليست، يعني على القضية الفلسطينية مثلا اجتمعوا على مستوى مندوبي الدول لم تأخذ المبادرة الرئيسية الحقيقية التي يجب أن تأخذها. فلا أعتقد أن يعني احتمالات ضعيفة بأن تكون الجامعة العربية قادرة كأن تمثل الوحدة العربية تجاه القضايا. كذلك أمر النتيجة أيضا أن العلاقات العربية
لا تتسم بصلابة العلاقات القومية. ولذلك أعتقد أن الجامعة العربية إلى حد كبير أصبحت مهمشة في صناعة القرار وتنفيذ القرارات. هذا مؤسف جدا، وكوني أنا كنت ممثلا لها فيزعجني كثيرا أن أقول ذلك، ولكن الحقيقة أن هناك يعني أصبح الحالة العربية أصبحت ضعيفة من خلال التنسيق فيما بينها. حتى دول الخليج هناك توترات فيما بينهم، وكذلك الأمر الحالات التي هي في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن، كل هذه أصبح هناك تأكيد على حصر الاهتمامات القومية بالحالات القطرية. لذلك الجامعة العربية ليس باستطاعتها أن تكون المرجعية لموقف عربي موحد، كون موقف العربي الموحد أصبح في حالة صعبة أن يكون هناك قرار موحد قابل للتنفيذ من قبل الجامعة العربية. صحيح. بكل أسف أقول ذلك. صحيح. في مجموعة من الشخصيات العربية في الواقع أرسلت لنا بيان لرفض ذهاب جامعة الدول العربية إلى فلسطين، ويقول موقعو البيان، آمل أن نشاهده على الشاشة: نداء إلى أهل غزة قيادة وشعبا، نحن مجموعة العشرين عربيا الموقعين أدناه، نتمنى على أهلنا في غزة قيادة وشعبا الامتناع عن استقبال جامعة نبيل العربي، لأنها راهنت على سقوط المقاومة خلال أكثر من 30 يوما بصمتها المطبق، ولأنها جامعة فتنة وخراب للعالم العربي، ولأنها تريد أن تشتري صك براءة ذمة وشرف وكرمة منكم بأموال فاسدة. الموقعون الأخضر برقعة، جميلة بحيرد، رازقي عبد الكريم، علي دراع، عبد الملك المخلافي، كمال الطويل، فيصل جلول، فتحي بالحاج، عبد الستار، قاسم فلسطين، ليلى خالد، أحمد الكحلاوي، نافذ أبو حسنة، أحمد مصلي، ومجدي المعصراوي، عمر نصيف، وئام وهاب، طلال سلمان، نبيل عبد الفتاح، دكتور هدى فخوري، الفنان عارف الطويل من سوريا. هذا في الواقع يؤكد ما تفضل به الدكتور كلوفيس مقصود، أنه في حالة يأس من جامعة الدول، إعادة ترتيب الجامعة العربية، إعادة بناء، لأنه اليوم صارت أشلاء تقريبا. يعني طبعا لازم، يعني هذا بحاجة إلى حلقة خاصة، لأنه اليوم نحن نتحدث عن أمريكا وروسيا. الدكتور ديمتري، عفوا دكتور جورج، الآن في قلق جدي عند الروس، عند الرئيس بوتين، أنه هذا الإسلام التكفيري أن يعود ويرتد، كما حصل في الشيشان، كما حصل في مناطق أخرى، حتى التفجيرات وصلت إلى موسكو في مرحلة معينة. هذا التعاون مع دول عربية ينفع في ذلك؟ وهل هذا خطر جدي؟ مثلا داعش اليوم خطر فعلي على روسيا؟ طبعا هذا الخطر جدي ليس فقط على روسيا وإنما على أوروبا، والآن الجهاديين السابقين الذين حاربوا في سوريا ومن أصول فرنسية أو من أصول أوروبية، ليسوا من المهاجرين العرب، الآن موجودون في أوروبا ويشكلون خطر على أوروبا. نعم، روسيا. نعم. نعم، هذا الخطر وارد، والسلطات الروسية اتخذت كل الإجراءات بما فيها التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والعربية في جميع الدول. ليس فقط تقول في جميع الدول، في تعاون مثلا روسي سعودي طبعا، وهنالك روسي إماراتي، وهنالك روسي سوري، وهنالك روسي مصري، حتى هنالك تعاون استخباراتي إلى الفترة الأخيرة ما بين روسيا، ما بين المخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية، والتفجيرات الأخيرة التي فجرت أثناء الحدث الرياضي كانت المخابرات الروسية قد أرسلت إلى المخابرات الأمريكية بالاسم، اسم الشخصين اللذين غادرا منطقة شمال القوقاز، ولكن المخابرات الأمريكية لم تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. طيب إذن هي هذا الخطر وارد؟ دكتور سبسبي، أين هي مكامن الخطر الفعلي بروسيا بالجمهوريات السابقة، خصوصا أنه حضرتك يعني كنت مستشار في الشيشان وحتى مستشار مفتي في مرحلة معينة؟ المخاطر هي بشكل خاص شمال القوقاز،
في جمهورية داغستان، في جمهورية إنغوشا، في جمهورية الشركس. هذا الخطر وارد. تلاحظون أنه في انبعاث للموجة التكفيرية مثلا في الأشهر، في السنتين الماضيتين؟ لا بالعكس، الموجة انخفضت، ولكن الخوف من رجوع المقاتلين اليوم في كانوا في أفغانستان أو العراق أو سوريا إلى مناطق سكنهم الأصلية. لذلك هؤلاء الأشخاص معروفون، هذا شيء جيد، لأن المجتمع الروسي في جنوب روسيا هو مجتمع شرقي يشابه المجتمع العربي، والكل يتابع هذه الأحداث، إن كانت سلطات محلية في الشيشان أو في داغستان والسلطات طبعا الروسية. طيب هذا يفسر أنه في دعم روسي بالسلاح للجيوش العربية التي تقاتل هذه الموجات، يعني لا يمكن العودة عنه أو التراجع فيه مثلا؟ طبعا، يعني من قال بلحظة معينة أنه مثلا معركة دمشق هي معركة موسكو بلحظة معينة بهذه الجوانب أنه ضد الإسلام التكفيري، هذا كلام دعائي للتكفيريين طبعا، وهذا كلام كانت تفرضه الجهات الغربية على من تمولهم بالمال والسلاح لكي يرعبوا موسكو أو لكي تغير موسكو من موقفها من النزاع السوري. أريد أن أوضح نقطة، نحن في روسيا الاتحادية مع وجود مؤسسات دولة في الجمهورية العربية السورية، نحن لا نتمسك بأي شخصية، نحن نقول بأنه يجب أن يكون في سوريا نظام دولة، مؤسسات دولة لها واجباتها وعليها حقوق أمام شعبها، ودائما طبعا تهتم روسيا في موضوع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكما قلتم أي انفلات أمني في منطقة الشرق الأوسط سوف يعود بنتائج سلبية على تركيا وعلى إيران وعلى العراق، على العراق وعلى أذربيجان ومن ثم إلى روسيا. حين تقول نحن نفكر وأصلك حلبي، كأنك تنتمي أكثر الآن بالهوية إلى روسيا من طبعا من 50 سنة 30 سنة في روسيا، وأنت اليوم تمثل دولة عظمى، في بعض الأحيان ترى من المنطق بأن ما تقوم به روسيا هو الشيء الصحيح والسديد في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة. بعدك تعتبر نفسك سوري روسي أو روسي فقط؟ عربي روسي. طيب دكتور جورج قرم، حضرتك تعرف منطقة المغرب العربي كثيرا. أي بس قبل نجي للمغرب العربي، طالما نحن بقضية التكفيريين، طب إمتى نشأت الظاهرة التكفيرية؟ وانتقلت حتى إلى لبنان. طبعا لا بس إمتى نشأت؟ بالحرب أفغانستان. تماما. وين انتقلت بعدين؟ بالبوسطة، وبعدين بالشيشان، وبعدين بالقوقاز، وبعدين بالعراق. هذا من أجمل الكتب قرأته لجون كولي، تعرفوا كولي؟ واللي قدم له الدكتور إدوارد سعيد، يقول CIA والجهاد، يشرح في هذا الكتاب في الواقع كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت كل هذه الموجات التي وصلت إلينا اليوم من أفغانستان حتى اليوم. أكيد، وبعدها سلاح دمار شامل بإيد أمريكا الموضوع. إذا في دولة ما بتعجبها يلا بيروح الشبيبة بيقاتلوا. ومن هالمنطلق أنا قلت العرب وقعوا بفخ رهيب الشكل بحرب أفغانستان الأولى. شو كان بدنا نحكي عرب وعندنا قضية فلسطين وخمسين ألف قضية تانية نروح ندرب شبيبة عرب بهالعقلية التكفيرية؟ طيب دكتور، ما في جزء من العرب بيؤمنوا بالخلافة؟ يعني شو؟ لا، انت عم تحكي كعلماني ليش 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 لا أبدا. وقتها إذا بنرجع لأواخر السبعينات في 1% من العرب بدهم الخلافة، 2-3%. السبعينات لا كان الموجة غير. طيب بس كيف إجت الرئيس بوش حكانا بالخلافة وببن لادن عمدة 8 سنين ذبحنا وعمل دعاية لبن لادن ولعقيدة بن لادن ما كان بيحلم فيها. الرئيس أوباما حين جاء إلى جامعة القاهرة وألقى خطابا نصفه حول التعاون مع الإسلام السياسي، وماذا فعل بعد ذلك؟ بالمغرب العربي بشكل سريع نلاحظ أيضا أن التمدد الروسي أو الانبعاث الروسي ليس فقط متعلقا بالشرق الأوسط، المغرب المملكة المغربية مثلا باتت من أهم الشركاء التجاريين لروسيا في إفريقيا والوطن العربي بتبادل فاق 2.5 مليار دولار سنويا. هناك اتفاقيات للصيد البحري والسياحة، أكثر من 20 ألف سائح روسي منذ العام الماضي، اتفاقيات تعاون اقتصادي وتربوي وثقافي، إطلاق روسيا للقمر الصناعي المغربي الأول زرقاء اليمامة، اتفاقية تعاون عسكري في شباط فبراير 2012. كذلك بين الجزائر وروسيا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تم توقيعها عام 2001، اتفاقيات عسكرية عديدة بين الجزائر وروسيا تعززت بعد زيارة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع قايد صالح إلى موسكو. وفق رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن روسيا والجزائر تدرسان مشاريع
عديدة ومنها مشروع للطاقة الذرية وشركة موحدة لتصنيع التقنيات العسكرية. هل هذا جديد على منطقة المغرب العربي دكتور جورج، خصوصا حضرتك كنت مستشار اقتصادي في الجزائر لفترة يعني طويلة؟ بالنسبة للمغرب بيجوز، لأنه العلاقات المغربية أيام الله يرحمه الملك حسن الثاني كانت علاقات غربية كتير، بس الجزائر كان لها علاقات كثير متطوره. الجزائر معروف بس المغرب لافت يعني. ايه المغرب لافت اكيد ما في شك. طيب معلومات اخيره، ايران ثالث شريك عسكري لروسيا في العالم بعد الصين والهند، هذا مهم جدا. التبادل التجاري نحو 4 مليارات دولار، يسعى البلدان لمضاعفته 3 مرات. مصالح المشتركة كثيرة، خصوصا ما يتعلق منها كما تفضل الدكتور سبسبي بوقف المد التكفيري وحل المسألة السورية سلميا وتثبيت أسعار النفط وتأمين خطوط مروره. انتهت هذه الحلقة للأسف الشديد، شكرا لكل هذه المعلومات التي قدمتموها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، يعني لاحظتم الذين كتبوا عبر الفيسبوك أنه أخذنا الكثير من أسئلتكم حتى لو لم نذكر الأسماء. أشكر نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي الدكتور زياد سبسبي. بدك تطلع على على مدينتك حلب أو لا؟ للأسف إلى موسكو. إلى موسكو. طيب، الوزير السابق والكاتب الجيوسياسي والخبير الاقتصادي جورج قرم، شكرا لمجيئك. وشكرا لك من واشنطن الدبلوماسي والكاتب كلوفيس مقصود. انتهت هذه الحلقة، إلى اللقاء.